اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج كما طلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم ومشروع المينيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي ومشروع سنابل سونو بوسوان ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم تلك المشروعات وعلى جهود توفير المياه للري وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتوفير كافة احتياجات المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري. وتحقيق طفره تضمن قدره الدوله على حمايه الامن الغذائي للشعب المصري وزياده الصادرات الزراعيه بما يدعم جهود زياده الدخل القومي